رجعنا لنكمل حلقتنا بموضوع اليوم هو الأزمة الأساسية بلبنان. يعني عن جد كل فقرة بدنا نبلش فيها أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة بنزين، أزمة مازوت، شيء محبط للآخر. بكل الأحوال عضو نقابة أصحاب المحروقات السيد جورج براك، صباح الخير. صباح النور إليك للمشاهدين الكرام. كيفك اليوم؟ منيح؟ كتر خير الله. يعني انت اليوم اول شيء صرت نجم تلفزيوني بامتياز، لانه اليوم كل الازمه تدور حول عالم المحروقات والبنزين. اليوم المطلوب مش نجم تلفزيوني، المطلوب نقدم على القليل نفسر للمواطنين ونتابع مشاكلهم مثل ما لازم. على كل حال بالعكس، يعني نحن هيدي اضافه لنا، ورايك اليوم كثير اساسي على الاقل تنعرف حالنا وين رايحين. نحن صرنا كل نهار اربعة على موعد اسبوعي مع تسعيره جديده، تسعيره عم تتغير كل نهار اربعة، وساحبين طلوع. يعني اذا ما رفعنا الدعم اليوم عم يغلى اسعار برميل النفط برات لبنان. امبارح كنا عم نحكي بزياده 4 دولار، زادت اليوم اسعار البنزين، نفس الشيء بالنسبه لكل المحروقات. اليوم هيك اول شيء السؤال الاول، هل نحن بمرحله البنزين موجود ومتاح لكل المواطنين من دون طوابير، ولأي سعر نحن واصلين بهذا المجال؟ تفضل. نحن أول شيء نحن قاطعين بمرحلة انفراجات مما يتعلق بالطوابير. نعم. السعر أكيد موضوع ثاني، سعر التنكي اللي صبينا نحن تقريبا بال 248,000، وبتصور واصلين نحن من هلا لأسبوعين ثلاثة نوصل ل 300,000. نعم. لأنه كل المؤشرات على المستوى الدولي بتشير أنه سعر برميل النفط رح يضل عالي شوي، في تخوف أنه يرتفع أكثر، لأنه كلنا بنعرف أنه الاقتصاد الدولي رجع بلش يتعافى من وراء معاناة السنة ونص تقريبا من قصة كورونا، والفاكسينيشن اللي صارت بكميات كبيرة، ورجع بس كل يعني الاقتصاد يرجع يتعافى ويرجع يلاقي حاله. يعني بنعرف انه الطلبات على المعامل بتزيد، الانتاج الصناعي بيزيد، التنقلات بتزيد، الطيران بيزيد، السيارات كلها سوا هيدي، وانتاج الطاقه كلها هيدي بتتطلب مشتقات نفطيه من كل الانواع، فيول ومازوت وبنزين وكل شيء، هيدا كله بيزيد الطلب على سعر البرميل وبيرتفع سعر البرميل. طيب استاذ جورج، انت عم تقول انه واصلين لفوق ال 300,000، طيب اليوم هذا الموظف اللبناني، المواطن اللبناني، موظف بالدوله، موظف بشركه خاصه، طبيب، مهندس، اي حدا، يعني اليوم برايك انت هل رح يضله قادر اللبناني، يعني اليوم بس اذا رايح على المستشفى يمكن صار بده يعبي بنزين، اليوم قادره هيدا بمدخولنا نحن وبامكانياتنا نقدر نعبي بنزين لسياراتنا وما عندنا حلول بديله، لا عندنا نقل عام ولا عندنا باصات ولا عندنا ترام ولا عندنا مترو، لوين رايحين بالازمه؟ المشكل بلبنان انه بس تكوني مثلا ببلد اجنبي باوروبا بتدفعي حق تنكة بنزين 23 24 يورو ما عندك مشكل. ليه؟ لانه المواطن الاوروبي بيروح على المدرسه بيبعث اولاده ببلاش، بيروح على المستشفى ببلاش، عنده نقل مشترك. مش المشكله بلبنان انه الدوله ما لنا واقفه حد شعبه وما عندها خدمات اجتماعيه. صحيح. كان مفروض وسمعنا كثير على مده سنه وشوي نحن انه ما راح ينرفع الدعم عن المحروقات الا ما يكون ينعطى شيء بالمقابل يحافظ على القدره الشرائيه للمواطن. نعم. وسمعنا في عده حلول كانت الطروحات تصير، بس تكون بس ما وجدت شيء بطاقه تمويليه، وعلى اساس ما راح ينرفع الدعم قبل ما البطاقه التمويليه توصل للمواطن. لا، رفع الدعم تقريبا نحن برفع الدعم شبه كامل، يعني نحن اليوم لانه جدول تركيب الاسعار صدر امبارح على اساس 16,000 ليره. طيب استاذ جورج، هيدي خفت العجقه عم حطات البنزين لانه الناس ما معها مصاري تعبي بنزين، ولا لانه البنزين موجود؟ خليني كفي لك جوابي عن القدره الشرائيه للمواطن، رح ارجع لك على هذا اذا بتسمحي. جينا نحن على البطاقه التمويليه، سمعنا بالبطاقه التمويليه على التلفزيون بالاعلام بمؤتمرات صحفيه بهذا، بس بالنهايه المواطن ما وصل شيء لجيبته، هيدا للاسف، ما بعرف كانه رح يوصل له شيء لجيبته، كانه رح يلاقوا له يقدروا يلاقوا يمشوا يلاقوا له التمويل او مأخرينها لوقت الانتخابات، ما بعرف، بس المواطن انت سؤالك محق، كيف بده يكفي؟ انا عملنا دراسه نحن عندنا يا ستنا، بس اذا كل مواطن اخذ 4 تنكات بنزين صرف بالشهر. نعم. واذا مدار السنه اخذ 1500 لتر مازوت ليدفع مدار السنه كلها سوا، بيعملوا له 5 تنكات بالشهر، هيدي بتزيد مصروفه للشهر
كل شهر مصروف رب العائلة 1,080,000 ليرة بيصير مصروفه بس بين البنزين والمزود. فيك تقولي لي كيف بده يكفي بعد لا أكل ولا شرب ولا طعم أولاده ولا أخذهم على المدرسة ولا دفع أوتوكار ولا اشتري لهم كتب ولا شيء؟ كيف بده يقدر يعيش؟ هون الدولة وقت طلعت بالزمانات وطرحت موضوع $200 للبطاقة التمويلية بالدولار فريش توزع ل 800,000 عائلة بلبنان، وهي اللي كلفتها كلها كانت تحت المليارين 1.92 مليار دولار بالسنة. قامت القيامة انه انت بتعمل طروحات شعبوية وكيف بدنا نلاقي التمويل؟ تمام، مليارات عشرات المليارات راحت هدر، كان بالكهرباء ولا كان بالدعم. بعدين ما هي المشكلة استاذ جورج، للمواطن بس توصل للمواطن صح بتصفي القصة كاسبة من لقيتها. ما هي المشكلة استاذ جورج انه حتى قبل ما نحكي بال $200 وقبل ما نحكي بال $100 دلهم بالحكومة اللي قبل، وصولا لهذه الحكومة يخبرونا انه هن ما رح يشيلوا الدعم قبل ما يمشوا البطاقة التمويلية. بعدهم لهلا عم يدرسوا ويلاقوا مخارج ويلاقوا طريقة، ما عم يقدروا يعملوا بطاقة صغيرة يساعدوا فيها الناس، ومعتبرين انه لا ما عليه بننطر بننطر بننطر. ما بعرف اذا نحن مخدرين او هن كمان عم يخدرونا. انا طرحت طرح من 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 مدي على وسيلة اعلامية كان لتمويل البطاقة التمويلية هول $200 المليارين. انا بدي اسالك ستنا، عندنا نحن فوق 5,500,000 متر مربع املاك بحريه محتله من مستثمرين بطرق غير شرعيه كلها سوا، ما بعرف شو بيدفعوا عليها اذا معهم مراسيم وما معهم مراسيم. طيب هيدي قديش صار لك بتسمعي بالاملاك البحريه؟ صرنا سنين بيقولوا الاملاك البحريه، واللي مستفيد منها عمل مئات ملايين الدولارات، عمروا كل شيء في كل شيء في ابني كلها من وراء الدخول الدخوليه اللي كانوا ياخذوها من المواطنين وهي املاك للشعب. طيب اذا اجت الدوله هلا الحكومه وقالت هالاملاك البحريه رح تحطوا $50 على كل متر، رجعوا فيها 10 سنين لورا، بتمولكم بالبطاقه التمويليه وبتمولكم صحيح المستشفيات الحكوميه، بس بدك حدا ياخذ اجراءات. بس اي مواطن مش قادر يكفي بتنكي بنزين توصل ل 300,000 ليرة، ما حكينا عن المازوت كمان، تنكة المازوت كمان بدها توصل ل 300,000 قريبا جدا كمان. نحن اليوم تنكة المازوت بال 200 عندك اياها بالدولار بتحوليها على سعر السوق لما صار بالدولار صرت ب 255 260,000 ليرة اليوم. طيب مشان هيك كيف بده يعملوا فصل الشتاء؟ هيدا مشكل سؤال استاذ جورج. هيك يعني اسئله بدي هيك اجيب عليها كثير سريعه. حاليا في بنزين صح؟ بنزين متوفر بالوقت وبس رح يرتفع سعره بالمبدا كل نهار اربع او كل اسبوع اسبوعين رايحين على ارتفاع اكبر بالاسعار صح؟ مبدئيا نحن كل اسبوع رايحين على ارتفاع لانه سعر برايك انت اليوم الدولار مرتفع، بس البنزين متوفر. مصرف لبنان عطى اعتمادات للشركات، بتصور من هلا لمنتصف نوفمبر نحن رح يكون مرتاحين من الطوابير. انت اليوم شغلك بهذا المجال عم بتحس اليوم خفت الحركه عم حطات البنزين؟ يعني الناس صارت عم تحسب خفت الاقبال؟ هي الاستيراد والاستهلاك خف تقريبا بين 20 و30%. نحن هلا من بعد الارتفاعات وبده كمان بعد ينخفض الاستهلاك لانه سعر تانك البنزين عم يغلى. بس المشكل انه بالبنزين غير الاكل والشرب والتياب، انت اذا بتمشي من ماركه معينه تياب اذا غلي سعرها وخفت قدر شيء بتروح على غير ماركه. نعم. اكل بتغيري انواع اكل بتغيري ماركات، بس بالبنزين ما فيك تحطي مي بالسياره، ملزم يعني في حد ادنى ملزم فيه لانه بس اليوم الناس ما بقى عم بتفول سيارتها، عم بتعبي يمكن على قد قدرتها صح؟ على قد ما في بجيبتها يا ست. نعم. طب اليوم كنت قلت لي بدي ارجع بس ذكر المواطنين، يعني نحن لاي سقف واصلين بسعر تنكه البنزين؟ ما في سقف، ما في سقف. انا بدي ذاكرك بال 2014 وصل برميل النفط ل $149. نعم. يعني إذا وصل برميل النفط هلا رئيس بوتين كان عم بيقول من كم يوم إنه أنا ما بتصور إنه شيء إنه سعر برميل النفط يوصل لل $100 شيء معقول. وقت بيطلع الرئيس الروسي بيصرح موضوع هي من أكبر بلدان المنتجة والمصدرة للنفط روسيا بيقول لك إذا في احتمال ممكن يصير برميل النفط $100، معناتها هيدا الشيء معقول يصير. طيب شو بيصير نحن عندنا؟ ما نحن بطل في دعم على المحل صحيح. نفس الوقت سعر الدولار يعني
بتعرفي قديش يعني هلا بعده مصرف لبنان عم بيأمن هو الدولارات، بعده مضبوط شوي سعر الدولار، بس اذا راح بعدين وقال ما بقى قادر أمن دولارات دبروا راسكم انتم أمن دولارات بالسوق، كمان هونيك الكاسه وين بصير سعر صرف الدولار وكيف بعدين بصير عليه ارتدادات سلبيه على كل الحياه المعيشيه للمواطن. بكل الاحوال اصلا نحن كمان بموضوع الدولار كنا انبسطنا انه نزل شوي الدولار هيك تنخفف الاعباء ولو بجزء كتير بسيط لحد ما هيو ماشي وساحب طلوع مثل ما بيقولوا. استاذ جورج انا بدي اشكرك. بس ستنا ملاحظه كمان اللي شيء مضبوط. نعم. طب انا كمان حكومه بعدها جاي جديد بعد ما عمر عده ايام. طب كمان انا مع كل احترامي للرئيس مئات ومع كل احترامي كل اعضاء الحكومه مش مقبولة رئيس حكومة تقول بدنا معجزة لنطلع من هالموضوع. نعم. يعني بكل احترام كان مفروض نكون شوي هذا عملية بلبلة عند بكل الأحوال. يعني هو وقت قال نحن بدنا معجزة البطرك الراعي رد عليه قالوا لا بدنا عمل بطولي وبدنا قرارات جدية وفعلة للمرحلة المقبلة. أستاذ جورج أنا بدي أتشكرك دائما على وجودك معنا وعلى مشاركتك لأنه الناس عن جد بحاجة يعرفوا على الأقل نحن وين ولوين رايحين ولوين واصلين. والله يساعد المواطن اللبناني المواطن اللبناني اللي ما عارف من وين بدها تجي الضربات عليه. بكل الاحوال بنصلي للحكومه تنجح وبعمليه الانقاذ تبعها لانه نحن بحاجه لها ولشغلها وان شاء الله خير.